السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبع لطيفة بلوغ. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال. سمحوا لي على هذا الصوت، ضرب من شوية البرد، إن شاء الله ما تشوفوا شر لأن كان البرد والريح في الجبل. المهم، هذا الفيديو صورت بعض اللقطات من المطعم ديال مكان الإقامة. المهم، الأكل اللي وجدوا لينا في خلال مدة أسبوع. المهم، ما صورتش كل شيء، ولكن بعض اللقطات. تعرفت على بعض الأخوات مسلمات كانوا مشاو معايا من الجزائر ومن تونس، دوزنا وقيت زوين، درنا بصراحة، لعبنا بصراحة، وقت كان زوين ودوزنا وقت رائع رائع. تيوجدوا اللحم وتيوجدوا الحوت، بالنسبة للناس اللي متياكلوش اللحم بحالنا حنا تناكلو الحالة، يعني تيحطوا لنا الحوت، وكاينين الناس اللي متتاكلش اللحم. وجدوا الحوت في أي وجبة كان اللحم، تيوجدوا لينا فيها الحوت. المهم، كان فطور مزيان. غنخليكم مع الفيديو، نتمنى ان الفيديو الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.